يبدو ان المشكله عند الساده المسؤولين في بلدنا انهم فاهمين معنى الحضاره غلط، بعيدا عن ان هم ساقطين في الحساب زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، ومش عارفين الفرق ما بين المليار والمليون، والمليار قدامه كم صفر والمليون قدامه كم صفر، والفرق ما بين الانجاز والفشل والطفره والوقعه السوداء اللي نزلت فوق دماغ الشعب. لكن يبدو ان عندهم ايضا لبس في مفهوم الحضاره أو مفهوم التقدم أو مفهوم الرقي. فبعضهم يعني زي سيادة وزير النقل المصري الدكتور أو السيد كامل الوزير فاهم أن التقدم والتطور مجرد شوية طرق وكباري وحجر وشوية طوب محطوط يمين وشمال، فبنلاقي النهاردة التطوير لما يوصل أي حتة زي ما وصل كده زهراء المعادي، خد الأخضر واليابس وتحولت زهراء المعادي بعد ما كانت شارع أخضر لمجرد صحراء زي ما وصل اسكندرية فبوظ جنينة المنتزه أو حديقة المنتزه، وصل لحد أنتونيادس زي ما عمل في الحي السادس والسابع، زي ما بيعمل النهاردة في دار السلام في سوهاج، زي ما بيعمل في منطقة ألماظة في مصر الجديدة، زي ما بيعمل في البلد كلها، زي ما عمل كده في ترعة المحمودية، شال الأخضر واليابس والبيوت والجوامع والدكاكين والمصانع عشان يعمل محور. النهارده لودر الهدد او لودر الخراب اللي احنا بنلف وراه في عموم الجمهوريه وصل النهارده لحد المرج في قلب القاهره، فخرج علينا هذا الخبر حصر العقارات تمهيدا لازالتها، ده اخر تطورات انشاء محور جديد بالمرج. قال لك ان الساده المسؤولين في بلدنا حسب ما خرج عن الدكتور ابراهيم صابر، واحفظ الاسم ده عشان هنجيله بعد شويه، نائب محافظ القاهره للمنطقه الشرقيه، واللي قال ان احنا بدأنا بالفعل نحصر منازل المواطنين عشان نهدها لاجل اقامة سبع محاور مرة واحدة في محافظة القاهرة، هيعدوا كلهم من منطقة المرج. تحس ان مرة واحدة منطقة المرج دي بقت محور الكون، سبع محاور هيعدوا من المرج، رغم ان احنا عمالين بنعمل محاور بقالنا سبع ثمان سنين والدائري لسه بيقف زي ما هو والمحور لسه عطلان زي ما هو والزراعي بيقف والصحراوي بيقف والاعلى في الحوادث في منطقة الشرق الاوسط والمواطن لسه بيفقد حياته وبيتعطل وما بيروحش شغله والكوبري بيقع بعد سنة وبيتعاد انشاؤه بعد كام شهر، ده واقع. سبع سنين النهاردة أو ثمان سنين من الطرق والمحاور والكباري اللي عملتهم الحكومة. إيه السبع محاور اللي هتعملهم في منطقة المرج؟ قال لك محور المحطة الغربي ومحور مؤسسة الزكاة ومحور الفردوس ومحور شارع عبد الله رفاعي ومحور محمد نجيب، محور شارع الشهيد ومحور الشيخ منصور. دول السبع محاور اللي المفروض هيتعاملوا خلال الفترة اللي جاية، بعضهم شغالين فيه النهاردة في منطقة المرج. طيب، تعمل محاور دي حاجة لطيفة جدا، لكن انت بتعمل المحاور دي لمين؟ قال لك للمواطن. المفروض وانت بتعمل المحاور تراعي حياة المواطن، لكن انا بعمل المحاور للمواطن على حساب المواطن نفسه، فبهد النهاردة اكتر من 7000 منزل عشان اعمل سبع محاور، كل محور ههد له حوالي 1000 منزل، يبقى بتكلم النهاردة في 7000 منزل، كل منزل فيه قول 10، اتكلم في 70000 مواطن النهاردة لاجل عيون او لاجل سواد عيون محاور الحكومة هيبقوا في الشارع في الوقت اللي احنا بنجيب فلوس المحاور دي بالدين والسلف، وان احنا لحد النهاردة بعد 8 سنين من المحاور ما شفناش منهم الابيض ولا اسود. فبقى الخبر اليوم النهاردة في بعض الجرائد والصحف قال لك هدم مقابر وعقارات ونقل سكان، دي خريطة الازالات في محافظة القاهرة. زمان كنت اسمع عن خريطة المرور، خريطة التعمير، خريطة الزراعية، خريطة المصانع، خريطة السياحية، خريطة الموارد، لكن النهاردة بقت الصحف بتنشر حاجة اسمها خريطة الإزالات، خريطة الإزالات في محافظة القاهرة. لا بيت وقف قدامهم ولا جامع صعب عليهم ولا مستشفى رجعتهم ولا دكان وحياة مواطن وقفهم ولا مدرسة ومستقبل أطفال بيروح على الأرض خلاهم يفكروا أو يعيدوا حساباتهم. والمبرر بتاعهم أو قبل ما أروح للمبرر، رغم نفي الجماعة في محافظة القاهرة قبل كده، قلت لك احفظ اسم الراجل بتاع الدكتور إبراهيم صابر اللي هو نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قبل حوالي ست شهور من النهاردة أو قبل سنة من النهاردة
طلع برضه بمنتهى البجاحه، تحس ان الناس دي وشهم مكشوف، طلع اهو قال لك حقيقه ازاله العقارات في شوارع المرج لانشاء محاور جديده. قال لك ان السيد نائب المحافظ الدكتور ابراهيم صابر نفى في تصريحات ازاله اي من المساكن او العقارات لاجل اقامه محاور. اللي هو انا النهارده بقول لك كلام اسكتك وبكره بعمل اللي انا عايزه. بعمل اللي انا عايزه ليه؟ لاجل عيون وسواد عيون المحاور. والمبرر بتاعهم زي ما قال وزير النقل كده مش لاقيين حلول اخرى. وزير النقل يتحدث عن ازاله 1200 عقار على الدائري، ده ايضا من اجل اقامه احد المحاور اللي تعدي من منطقه المرج. كامل الوزير قال مش لاقيين حلول اخرى، وكان البلد هتقف لو ما عملناش الطريق والمحور ده، وكان مستقبلنا وحاضرنا وواقعنا وتعليمنا وصحتنا واقف على شويه الطرق والمحاور، واكثر من 66 مليار ميزانيه كلها بالسلف والدين عشان نصرفها دولار، طبعا اكتر من 66 مليار دولار بالسلف والدين، اضرب في 30 طبعا النهارده او 32 حسب السوق السوداء، عشان نصرفها على شويه الطوب والاسمنت اللي كله النهارده بيسترزق منهم مقاولين، والشركه بتاعه الجيش كله بيسترزق. محاور المروريه بقى هو ده السبب، هي دي المصيبه، ده الفهم الخاطئ. قال لك دي ملحمه حضاريه، ده ايضا كان كلام سيد كامل الوزير وزير النقل، اللي هو يعني مش الصحة اللي النهاردة الدول بتتسابق في عمل منظومات صحية، قالك أبدا الطرق والكباري. يعني مش الصناعة اللي النهاردة الدول عمالة بتحدث المصانع، أبدا. ولا الزراعة اللي النهاردة الناس كلها عمالة تبص للحرب الروسية الأوكرانية عشان المحاصيل الزراعية اللي عندهم، أبدا. ولا سباق التسليح ولا سباق النووي ولا سباق الفضاء ولا البحث العلمي ولا أي حاجة. من وجهة نظر السيد وزير النقل في بلدنا إن النقلة الحضرية في البلد هتتعمل بالطرق والكباري والمحاور، ويا ريتهم فالحين، يا ريتك فالح، ده أنت عملت لي طريق الكيلو 21 في اسكندرية العالم كله كان بيتنضر بيه، عملت كباري في القاهرة وشلتها بعد شهر أو بعد سنة، عملت طرق صحراوية والأرض باشت والله لما نزل شوية مطرة، وهي دي الحضارة بتاعتهم حسب كلام السيد وزير النقل. خليني أبدأ حضرتك كده سيد وزير النقل أيضا اللي وجه بالأمر المباشر كده بسرعة تنفيذ محاور جديدة في المناطق الأعلى كثافة، وهيبدأ بالمرج. لو أنا إيه أبدأ منين يلا نبدأ بالمرج، هد بيوت المواطنين، شرد الغلابة، هد المدارس، هد الجوامع، هد الكنايس، هد المدارس، قعد الناس في الشارع، واعمل لي شوية محاور هنا وإن شاء الله ما عن حد حوش. ده رغم اعتراض السادة النواب، مجلس النواب بجلالة قدره ما وافقش، لكن وزير النقل أعلى من مجلس النواب، واللي جابه مجلس النواب تم مناقشة 9 طلبات إحاطة في ديسمبر اللي فات، كلهم بسبب رفض السادة النواب إقامة محاور في منطقة المرج الأعلى كثافة، واللي هتأثر بالضرر على المنطقة وسكان المنطقة ومصالح المواطنين في المنطقة، لكن محدش سأل ومستمر. النواب رفضوا، أهالي المرج كمان رفضوا، نزلوا تظاهروا الفترة اللي فاتت في شوارع المرج عايزين بيوتهم، ما تهدوش بيوتنا، ما تشردوناش في الشارع، والحكومة ما سمعتش حد. جزء من تظاهرات أهالي القاهرة رفضا لسياسات الحكومة بتهجيرهم وهدم بيوتهم. نتابع. Thank you.
ده الشعب اللي المفروض الحكومة النهاردة بتعمل له حضارة، واللي المفروض البلد بتعمل له إنجازات. الشعب النهاردة مش موافق على الإنجازات، لأنه شايف الإنجازات دي على حساب مستقبله وحياته وحياة ولاده. معايا فيديو أيضا لأهالي الخانكة، هم بيهددوا الحكومة، يا حكومة اللي ملوش بيت ملوش وطن، اللي ملوش أمان في بيته مش هيحس بالأمان في وطنه. لكن مين يفهم ومين يعرف معنى الوطن؟ الوطن اللي بقى عند الحكومة شوية طوب وأسمنت. المواطن النهاردة بيقول لهم يا حكومة حرام عليكم اللي بتعملوه فينا. نتابع. جنب مستغل، طبيب مستغل، ايه الطبيب ده لازمته ايه؟ مفيش اي حل يعني؟ اعمل مترو، اعمل مترو فوق منه الكوبري. في عندك مليون حل؟ ايه يا عم، ايه الرحمه مطلوبه يا جدعان؟ بصت عليهم مش هينفع دلوقتي. انت عمال تقول لي في حياه كريمه ومش حياه كريمه، ازاي في حياه كريمه وبتشرد الناس وبتهد بيوتهم؟ ده احنا مش عارفين نلاقي واحد بيجيب لهم مثل عيش. انا واحد بيطلع سبيل ربنا بيجي المغرب يا جماعه، دي بيكيف على اكل عيش وعلى مش عيش. ما تفكش الحكومه، مش عيش عشان ما تفكش الحكومه تيجي في الاخر تهد بيوتنا. هتشردهم احنا وعيالنا على اواخر يعني؟ بقى لنا 20 سنه من كاد مش شايلين. عندك 50 سنه واللي بعده 70 سنه، هتودونا فين؟ اعملوا في احنا مش هنقف قدام المصلحه العامه. المصلحة العامة احنا مش هنقف قدام منها، بس مش بالطريقة دي. احنا مش محتاجين الناحية. انت هتشيل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ الراجل بيسأل سؤال، أتمنى يكون حد عاقل في الحكومة يطلع يكلمنا أو يجاوب على الراجل الطيب ده. هي دي حياة كريمة؟ حياة الكريمة إنك تطلعني من بيتي اللي عايش فيه بقالي 25 سنة وتخليني في الشارع؟ الحياة الكريمة إنك تشردني وتشرد ولادي وتهد دكاني وورشتي وجامعي ومدرستي عشان تعمل كوبري أو محور لأجل إن أنت شايفه صح، في حين إن الناس كلها بتقولك غلط؟ هي دي الحياة الكريمة؟ دي اللي حصلت حياة ولا كريمة ولا إحساس بالمواطن ولا أي حاجة. يمكن الفيديو اللي هعرضه لحضراتكم دلوقتي حاجة من الحاجات اللي توجعك. مواطن بيودع بيته، بيودع منطقته، اللي قررت مرة واحدة الحكومة بقرار فوقي كده اطلع بره مالكش مكان وامشي، وهنهد المحور أو هنهد البيت عشان نعمل مكان ومحور. أحد المواطنين بيودع بيته اللي هيتهد لأجل عيون محور المرج أبو زحمل. نتابع تصوير اخر لحظات للبيت قبل ما يتشال، وانا بصراحه مش عارف هروح فين. هم عارضين عليا دلوقتي 160 الف تعويض للسكن. انا اقل شقه ب 400 الف جنيه زي اللي انا قاعد فيها. انا قاعد في اوضه وصاله، اوضتين وصاله، وارثه عن ابويا وعايش عمري وعايشين عمرنا كلنا هنا. انا بصراحه مانيش عارف اروح لمين ولا اشتكي لمين. شكوى لله وحده. انا اتولدت في البيت هنا وعشت عمري وحياتي كلها في البيت هنا.